حسام نورتنا. أهواك وأرد أحكي بصراحة وياك أهواك وأتمنى أعيش وياك. لك مقولة أن الموهبة والصوت الجميل مهم جدا قبل الدراسة. الإحساس هذا ما يدرس، أنت إذا عندك موهبة تسقلها بالدراسة. يعني هو المطرب إذا تعلم المقامات والطبقات الموسيقية أوكي كفاية. شوف أنا بالنسبة لي تريد رأيي أنا. نعم. أنا أحب الديو من نفس الجنس. بيت الشهرة. بيت الشهرة شفت معيد رابح على فكرة. شفت؟ بيت الأسرار رعب. وين أحبابي يا روح مجروح قلب احتاجهم حي باب دموعي مفتوح يا روح بعدهم ما نمت لي. شكرا. حسام كامل أفضل موزع موسيقي بالخليج هيك فرد مرة. من وانا صغير تعبت عن نفسي ومثل ما يقولون حفرت الصخر. متى خلي أشوفك الصيف جاء وش هي ظروفك. يعني ها واحدة من الأغاني اللي نجحت وكان فيها ستايل شوية مختلف. محمد السالم أم نور زين؟ بالنسبة لي أنا نور زين كملحن وهو لون بالغنى ما شاء الله عليه، يعني أفكار وجميل جدا. عبرت الشط على مودك خليتك على راسي خليتك على راسي. يا زلمة أنت ما بتمل؟ أنا عم بكتب اسم عبد الله رويشد 10 مرات مليت. هذا رأيك موسيقى. أنت بالنسبة يعني لي هذا رأيك. تعرف اللي قاعد تكلمه أنت ما عنده خل في ناس ما عنده خل. لا اللي قاعد تتكلم بي شوف أنا فاهمك شغلة واحدة. اللي قاعد تتكلم بي إذا بتحكي على بروفيشنالي مش بروفيشنال. فأنت حسب السوق بتسوق. فهمت؟ إذا تسأل سؤال اسأله بمكان الصح. هي نفس الكلمة موسيقي ولا موسيقار؟ هاي بالتركي وهاي بالعربي. بحر معلوماتك. لا انت تسالون قاعد اجاوب انا. بيتهوفن بجيبتك الصغيره مشان هيك صار في شيء بالنسبه لك انت اسمه حساميات. يعني الموسيقيين يعني من الضحك يعني مثل المطرب مثل الموزع او احد سوى نفس الحركه خلص ها حساميات حسام.